السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. نطل عليكم من جديد من هنا من جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحديدا من المنطقة المركزية الشمالية للمسجد النبوي الشريف. اليوم 4 رمضان، نسأل الله عز وجل أن كما بلغنا هذه الأيام أن يتم علينا بلوغ الشهر كاملا، وأن يبلغنا ليلة القدر فنقومها إيمانا واحتسابا. فنسأل الله من فضله يا رب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقكم زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. ها هي موائد وسفر إفطار هذا اليوم من المنطقة المركزية الشمالية كما ذكرنا لكم، بالقرب من باب الملك فهد وأبواب مصليات النساء. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هي وجبات إفطار الصائمين بهذا اليوم، وكما لاحظتم من قبل أن الوجبة مكونة بشكل رئيسي من هذا الكيس. هذا الكيس يوجد فيه كيس الوجبة، موجود فيه اللي هو التمر، وعندنا أيضا كذلك ماء زمزم، وعندنا كذلك أيضا اللي هو ذكرنا التمر، ذكرنا ماء زمزم، وأيضا الزبادي، وفي عندنا أيضا الدقة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ازدحام وحضور كثيف، الحمد لله على تمام النعمة وكمال المنة بزوال هذا الوباء، الحمد لله، وعلى وشك الزوال إن شاء الله يزول قريبا عاجلا. ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاهم الله خير الإخوان، توزيع سواء في السفر سواء الناس واقفين. يا إبراهيم تعال افطر، تعال هنا افطر هنا، تعال. أخذنا تمر السكري ما شاء الله. خلونا كذا نمشي شوي كذا لقدام، نصور لكم من هذه النواحي. ترى مو بس الرجال أيضا لهم سفر، حتى النساء أيضا لهم سفر، وجالسين في أماكن متنوعة متفرقة من المسجد النبوي الشريف. فما شاء الله تبارك الرحمن، تنظيم غاية في الروعة. شوف هنا السفر ما شاء الله فيها دعم، فيها حركات ما شاء الله تبارك الرحمن. خليني أشوف إذا في موضع لنا حيث الدعم. السلام عليكم، طيبكم العافية. ما شاء الله، خلاص نجلس في أحد الأماكن ما شاء الله. خلاص لأنه الأذان باقي له أظن أقل من 2 أو 3 دقائق. ما شاء الله، جزاهم الله خير على التوزيع ما شاء الله. نجلس ونصور لكم الوجبة. شوفوا الوجبة من ايش مكونة. الوجبة مكونة من زبادي، من تمر، ماء زمزم، وفي دقة، بالإضافة إلى الخبز، خبز الفتوت، وعندنا الآن تمر حصلنا عليه، وكذلك العصير. ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاهم الله خير لنا كذا على الواقف. ما شاء الله، هناك أيضا ما شاء الله في توزيع آخر، في بعض الفواكه، أنا شايف في بعض الفواكه ما شاء الله. شغل متعوب عليه ما شاء الله. طيب ندعو بهذه الدقائق القليلة القادمة، يا رب أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب أعطنا ولا تحرمنا، يا رب يا رب أعطنا ولا تحرمنا، يا رب يا أكرم الأكرمين، يا رب أعطي كل واحد منا سبله، وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، يا رب ارزق كل من يشاهد مقطعنا هذا زيارة الحرمين الشريفين قريبا عاجلا بإذن الله تعالى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. تجاوز عن ذنوبنا وعن سيئاتنا، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،
ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة. نسألك يا الله أن تقبل منا. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب عاملنا بجودك وكرمك، ولا تعاملنا بما فعلته وكسبته أيدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد لحظات قليلة يرفع أذان المغرب من هنا من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في الجهات الشمالية للمسجد النبوي الشريف بالقرب من فندق دار الإيمان انتركونتيننتل، وكذلك فندق المجيدي، وسفر الصائمين منتشرة في أرجاء المسجد النبوي الشريف. Listen up.